كابتن احمد، تشكيله جوميز النهارده المباراه شايفها الانسب؟ يعني طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، هي دي التشكيله اللي هي المناسبه جدا. يعني هو طبعا انت بتتكلم على الثلاثي بتاع نص الملعب، ديفنس خلاص، الديفنس الرباعي اللي ورا دول مستقر هو عليه، وحارس المرمى دول الاستقرار. النهارده نص الملعب عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا وناصر ماهر، ثلاثي طبعا كلنا بنتمناه. يعني لما يكون التشكيل طبيعي احنا عايزين الثلاث دول يلعبوا في نص الملعب. طبعا مع احترامي طبعا ان شاء الله شحاته يرجع، كل المصابين يرجعوا، انما دول ثلاثي مميز جدا. قدام شيكابالا ومصطفى شلبي وناصر منسي، تشكيل يعتبر مثالي 100%. يعني انت شيكابالا بتتكلم على اخر مباراه لعبها اللي هي مباراه تكريم اللي كانت في ليبيا، وكان متفوق. انا بصراحه يعني كنت سعيد جدا، واحنا كنا في الاستوديو سعداء جدا بمستواه. طبعا مصطفى شلبي وناصر منسي، انا شايف ان التشكيل طبيعي. ممكن يحصل تريك في الماتش بين شيكابالا وناصر ماهر، انما الثلاثي بتوع نص الملعب هيلعب عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا تحت ناصر ماهر، واخد بالك؟ دول الثلاثي توزيعتهم في نص الملعب كده. انما هيحصل تغيير ساعات بين شيكابالا وبين ناصر ماهر. طبعا نتمنى التوفيق للتيم ككل، لان انت برضو لابد ان تكون هناك دوافع قويه جدا 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 للمكسب.